السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم نقوم بتحليل مباراة المغرب ضد غانا للحراس المرمى. نبدأ بأول لقطة ونشوف الخروج الجيد للحارس ياسين اختار ديسيزيون باش يبوكس البارا. هنا أيضا نشوفو إن بون كومينيكاسيون بين الديفونسور والكابيان. هنا نشوفو التوقع الصحيح للحارس ممكن يونو بلاس. هنا نشوفو خروج الجيد للحارس المغرب ياسين ويخرج وغطى على المرمى وعلى الكرة كما ينبغي. في هذه اللقطة أيضا تدخل سليم الحارس الغاني. في هذه اللقطة نشوف الخروج الجيد للحارس المغربي ياسين، قراءة جيد. هنا نشوف تصدي جيد وهذا رجع التموقع صحيح للحارس المغربي ياسين، وأيضا التركيز العالي ونستعمل اليد العكسية لما أفوز. لقطة ممتازة. تدخل سليم للحارس المغربي ياسين في هذه اللقطة. في هذه اللقطة نشوفو الهدف المغربي ونشوفو الحارس الغاني غلط على خطر كان بزاف قريب البوطو تاعو، وهذا اللي خلاه ما يغطيش الزاوية اليمنى تاعو كما موضح هو في الصورة. كان لازم يكون من ديبلاسي امبار لقدام وهو موضوح بالسهم على الصورة. تقييمي الخاص للحراس المرمى نبدأ بالحارس المغربي 7/10، أما الحارس جوزيف الغاني 6.5. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نشكركم ونعطيكم موعد لمباراة اللاحقة.